الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. فمن هدي السلف الصالح رحمه الله تعالى ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في صفوة الصفوة، قال: كان السلف رحمهم الله تعالى يتواسون ويقولون: إنما هي أيام قلائل والموعد الجنة. فهذا كان من هديهم رحمهم الله تعالى، أنهم يتواسون ويصبر بعضهم بعضا ويقولون هذه العبارات القليلة في المبنى العظيمة في المعنى: إنما هي أيام قلائل والموعد الجنة، أي هذه الدنيا هي أيام قلائل، والصبر عليها صبر ساعة، ومن صبر عليها وصبر بما وصبر عن المحرمات التي تكون فيها فإن موعده الجنة كما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المتقين. وهذه الكلمات العظيمة تبين لنا أن هذه الدنيا لا تستحق منا أن نلتفت لها، لأن الله عز وجل ما خلق هذه الدنيا إلا من أجل أن نعمل فيها، والمسلم يتذكر أنها متاع قليل. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. والله حذرنا كثيرا في كتابه من هذه الحياة الدنيا والاغترار بها: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان. فالسلف رحمهم الله يتصبرون بمثل هذه العبارات: إنما هي أيام قلائل، حتى يصبروا عن المحرمات، ويصبروا على طاعة الله، ويصبروا على أقدار الله المؤلمة، فيعلمون أنها لحظات ثم تنتهي شدة وتزول. فالدنيا كلها صبر ساعة، فمن صبر فيها على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة فإن موعده الجنة، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وهذا التواصي وهذا التواسي لا بد أن يكون بيننا جميعا، أن يتواصى المسلمون مع بعضهم، وأن يواسي بعضهم بعضا، خاصة في زمان الفتن ومدلهمات الأمور، فإنه يعظم الحاجة وتعظم الحاجة إلى التواصي وأن يصبر بعضنا بعضا. فإذا كان السلف رحمهم الله يتواسون ويصبرون أنفسهم بمثل هذه العبارات، وهم أكمل الناس بعد الأنبياء والرسل، فنحن من باب أولى. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما قال أبو مدينة الدارمي رحمه الله، قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر، ثم يسلم بعضهم على بعض. وهذا كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يقرؤون إذا التقوا مع بعضهم سورة العصر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة سورة عظيمة، وما تواصى بها الصحابة رضي الله عنهم إلا لما فيها من المعاني العظيمة، ومنها التواصي بالحق والتواصي بالصبر، لأن هذه الدنيا تحتاج منا إلى تواصي بالحق وتواصي بالصبر، لأن من التزم بالحق لا بد أن يقابل ما يؤذيه، فلا بد عليه أن يصبر. فإذا السلف رحمه الله من هديهم أنهم كانوا يتواسون بهذه العبارتين: إنما هي أيام قلائل والموعد الجنة. ولذلك نحن نواسي أنفسنا ونصبر أنفسنا على هذه الحياة الدنيا بأنها أيام قلائل،
نصبر فيها على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، ووعد الله الجنة، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.